تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام. في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. قصة أهل الكهف، القصة الأبرز في سورة الكهف، كل جمعة نقراها، كل جمعة نتعرف على الفتية الذين آمنوا بربهم، أوصافهم، وماذا فعلوا مع قومهم، ولماذا ذهبوا إلى الكهف، وكيف حصلوا على الرحمة المنشورة في الكهف الذي جدرانه صلدة وصلبة وصخور وبارد ومظلم. ما هي الدروس والعبر المستفادة من قصة أهل الكهف، وكيف ننظر إلى هؤلاء الفتية، وكيف نتعامل مع قصة أن شخصاً ما، شاباً ما، ممكن أن يكون ولي من أولياء الله عز وجل، مع أنه في مقتبل العمر وفي بداية حياته. القصة ليست بالعمر وإنما بالمواقف، كان لهم موقف مشهود، كان لهم قول مشهود، وكانوا على إيمان عظيم وعميق بقضيتهم. خلونا نشوف الحوار الآتي الذي فيه دروس كثيرة وعبر عن قصة أهل الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخواننا الأعزاء. ما رأيكم يعني اليوم يعني قصة جميلة في سورة جميلة أيضا، وكل سور القرآن جميلة. قصة أصحاب الكهف التي سميت السورة باسمهم سورة الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم، يقول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هؤلاء الفتية يعني كما يذكر المفسرون يعني ما يعني وراء الآيات القرآن الكريم، القرآن مبني على الإيجاز، والمفسرون يعني يأتون من السنة حتى من بعض الأحيان من قصص الكتب السابقة. يعني مشكلة بني العفو أصحاب الكهف أنهم كانوا يعني في مجتمع لا يؤمن بالبعث، يعني هو يؤمن بالله ولا يؤمن بالبعث يوم القيامة. عفوا، هو كانت بالبداية في عصرهم الأول كانوا يعني في قوم مشركين أصلا، وأحياهم الله في زمن كانوا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث. فلما لجأوا إلى الكهف يعني هم اعتزلوا المجتمع الضال لأنهم لم يستطيعوا التغيير. عندما عجزوا عن التغيير أين لجأوا؟ إلى حماية أنفسهم وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكن لم يطل بهم الزمن فضرب الله عليهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. سبحان الخلاق. لما أيقظهم الله سبحانه وتعالى بعد 300 وكسر سنة، كان هناك ملك صالح يعني يدعو قومه إلى الإيمان باليوم الآخر، وهم يأبون، يريدون دليل ملموس عملي. فيعني الله سبحانه وتعالى أظهر أصحاب الكهف في ذلك الزمن إكراما لذلك الملك الداعية الصالح الذي كان يعني يحرص على هداية قومه. فأصحاب الكهف يعني هو نموذج في ذلك الزمن وفي الأزمنة السابقة، يعني الأنبياء قصوا قصتهم يعني على يعني أممهم وما شابه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قص القصة. تقول لك أنا بزماني أريد يعني أريد أشوف الميت يحيى قدام عيني، شلون؟ سبحان الله. يعني العلم الحديث الآن اكتشف أنه الإنسان في كل يوم
يموت ويبعث في كل يوم في كل دقيقة. خلايا تموت، ملايين الخلايا تموت، وملايين الخلايا تنشأ جديدا. قالوا إلا يعني حسب قول الأطباء وللتشريح إلا خلايا المخ هي ثابتة من الولادة إلى أن يكبر لا تموت، والبقية كلها يعني الإنسان هسه لما الله يرحمه علي الطنطاوي يجيب مثل يقول أنت تقول أنا، هو هاي الأنا مالتك منه؟ أنت من شد طفل لو من شد شباب لو هسه أنت من شيبت، يعني يتكلم يقول حتى كلمة أنا التعبير عنها من أنت؟ هل جسمك هذا هو نفسك عندما كان طفل؟ فكل يوم احنا نشاهد أمام عيننا أنه خلايا تموت وخلايا تبنى جديد، والموت والبعث هو مستمر على طول، عدا القياس الذي ذكره الله سبحانه، القياس الجلي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قاسه على النبات في آيات من القرآن الكريم. وأيضا لما هذا الكافر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهد العظم قال يا أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا، وقاعد يفت عظم يعني تعبان بحيث يقول له هيك يفركه. فالله سبحانه وتعالى رد عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها، ما قال قل يحييها الله، لاحظ البلاغة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة قادر على أن ينشئها المرة الثانية، وهكذا والله تعالى. والحاصل يعني أنا أعتقد والله أعلم يعني أكو إشارات يذكرها الزنداني، كل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه ركب، أعتقد هي ربما تكون هي بذرة الإنسان، يعني شلون الشجرة ما تلقح البذر وتنبت من جديد، فهو شيء في عجب الذنب آخر عظم من الفقرات السفلى، منه خلق الإنسان ومنه يبعث، وقد يكون هي هاي بذرة الإنسان تبقى، ولكن الآن العلم لم يكتشفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للرشد. تعقيبا على كلام الشيخ الله يحفظه، واحدة من غايات وأهداف القرآن الكريم معالجة الداءات والأمراض اللي تعتري القلوب والعقول عند الناس، يعني احنا نعبر عنها بالشبهات، الشبهات والشهوات. فالقرآن الكريم يعني يحذر من داء عظيم جدا دائما في أغلب قصصه، قد يأتي ضمنا أو تصريحا، هو مرض وداء الرضا بالنفس. دائما يعني كثير من المجتمعات تصبح على قناعة صارمة قوية أنها راضية عن نفسها وعن مخرجاتها وعن حضارتها ومدنيتها، وقد تكون هي على الكفر وعلى الفسوق وعلى الفجور وعلى الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يعالجه القرآن معالجة دقيقة، حتى أن العلماء حذروا من هذا الداء، فكان يقول بعضهم يعني أصل كل معصية وغفلة وشهوة تحصل في المجتمع أصلها الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة وعفة ومعرفة ويقظة عدم الرضا عن النفس. ثم يعني يحذرون من خطر عظيم جدا، وهو ولئن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه، وأي علم لعالم يرضى عن نفسه. هو أنا أسألك شنو علاقتها بقصة أهل الكهف؟ يعني دا أنت تتكلم شيخ أحمد وأني في بالي أهل الكهف. السؤال نعم. نعم، أهل الكهف يعني لم يرضوا بحالهم الذي كان المجتمع غالبيته على درجة كبيرة من الضلال والتيه والكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والخروج عن عبادة التوحيد. فهذا الرضا، عدم الرضا عن النفس، جعلهم يغيرون من واقعهم. ذهبوا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، البداية التعالي على هذا الداء وهذا المرض. فعندما انطلقوا من هذا المنطلق الإيماني صيرهم الله سبحانه وتعالى إلى ما صيرهم. قصة تروى أبد الآبدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها،
فتية ثلة من الشباب آثروا أن يعيشوا في كنف الله ورحمته سبحانه وتعالى بعد أن لم يرضوا عن مجتمعهم وعن أنفسهم وعن واقعهم المرير، واقع مرتكس بالكفر والفسوق والفجور. فكانت هذا الملمح يعني. جزاك الله خير. هو ينشر لكم ربكم من رحمته، الرحمة المنشورة موجودة في كهف بارد وجدرانه صلدة ومظلم، هناك موجودة الرحمة، ينشر لكم ربكم من رحمته. فيه دلالة حقيقة عظيمة على الإنسان الذي يعاني من المحيط ويعاني من الأذى ويعاني من الظلم، بوجود رحمة الله سبحانه وتعالى له ينسى كل ذلك. وممكن أن تكون رحمة الله موجودة في هذا الكهف البارد المظلم الصلد في الصخور، وتنام رغد مثل ما يقولون، ما طول الله سبحانه وتعالى راضي عنك ورحمك. ممكن تكون الرحمة ها هنا، وليست الرحمة تشترط أن تكون في قصر منيف ومريح وفيه كل وسائل الراحة، أبدا. قد تكون في كهف ما طلت أنت طايع الله سبحانه وتعالى، وعندك من العمل الصالح الكثير، وأنت ماشي على الخط الصحيح. أكمل كلام الدكتور أمجد في مسألة الرحمة، فيها درس عظيم، قصة أصحاب الكهف الذين طلبوا الرحمة من الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة. وبعد آيات عديدة يأتي القرآن الكريم ويقول: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ربما واحد يقول: أين هذه الرحمة؟ ما هي كانت النتيجة؟ هي في كهف. هذه حقيقة تعطينا درس عظيم، وهي أنه ليس لرحمة الله وجه واحد. احنا الآن في تصورنا أن الذي يرحمك هو الذي يعطيك، لا، رحمة الله أحيانا تتمثل في الممنوع، في المنع، كما تتمثل في المنح. يعني كما أن الله تعالى يرحمك فيعطيك، هو أعلم بحالك، أحيانا يرحمك فيمنعك شيئا معينا. وهذه تبدأ منها قصة السعادة في الحياة، إذا فقهنا بأنه الرحمة ليست فقط في العطاء، أحيانا في المنع. وهذا حتى احنا بشريا نقبله. الآن الأم التي هي رحيمة بأطفالها وتحبهم، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن أما ليست رحيمة بأولادها، تراها أحيانا في الشتاء يأتي الطفل ليمد يده إلى المدفأة، تسحب يده وهو يبكي الطفل، الطفل يبكي وأمه تسحب إيده من النار، أمه تسحب إيده من النار رحمة به وهو يبكي. فحال البشر مع الله سبحانه وتعالى، تراه ساخط وتراه يعترض وتراه ضيق الصدر، لماذا حدث كذا، لماذا صار كذا. يا سيدي الفاضل، أن يعني احنا كبشر عندنا عشرات القصص في حياتنا اليومية، نحن لا ندرك الخير من الشر لأنفسنا. احنا عندنا كل واحد يرجع، ولهذا أنا أدعو في خطابي إلى الإقناع العقلي في القضية الإيمانية. يعني لا نتكلم هكذا أمرا نقنع به الناس عاطفيا، لا، أنا أقول احنا كبشر كل واحد من عندنا لو يراجع حياته اليومية سيجد عشرات القصص هو سلك طريقا في عقله كان يظن أنه فيه خير، ثم تبين أنه ليس فيه خير. ذهبت لتشتري سيارة مثلا، ودفعت نفسك وعاملت عليها، وربما اختصمت مع الآخرين لتشتريها، ربما بعد ساعات يتبين أنك مخطئ في شرائك لها. أليس هذا موجود في حياتنا اليومية؟ فإذا اقتنعنا بذلك إخواني، سوف ونضيف إليه بأن الله تعالى أرحم من الأم بولدها. الله سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم من الأم بولدها. فإذا اقتنعنا بذلك سوف نسلم كل ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا، مو نرضى عندما ينطينا ونسخط عندما يمنعنا، أو عندما نمر بحال لا يرضينا.
نمر بحال صعوبة، نمر بحال امتحان، والله يا الله سبحانه وتعالى يريد ينتقم منا، لا ليست بالضرورة، ربما هو يرحمك فيدفع عنك، كما ورد في قصة أصحاب الكهف عند ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها؟ شوف الخرق في الظاهر يعني أذية للسفينة يا ناس، في الظاهر لو واحد ينظر إلى الأمر من بعيد يقول لماذا هذا الظلم، لماذا هذا الظلم تخرق السفينة لأطفال بسطاء ضعاف، لماذا تخرق السفينة، لماذا هذا ينتقد؟ لأنه لا يعرف النهاية، لو انتظر إلى نهاية القصة لكبر في عينه هذا الفعل، عندما يعلم أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فكان في خرق السفينة محافظة على السفينة، كان في خرق السفينة محافظة على السفينة. فإحنا حقيقة ظرفنا اللي نمر به عندما ندرك هذه القصة لا تضيق صدورنا من الحال اللي إحنا به، ربما ما مر بنا من الحال السنين العجاف التي مرت بنا الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، ربما منعنا أشياء ليدفع عنا أشياء أو لتحصل لنا أشياء، وبهذا الأمر تبث السعادة في صدورنا وفي بيوتنا، لا نبني علاقتنا مع الله بأن الله تعالى إذا أعطى إنسان هذا يحبه وإذا منع إنسان يبغضه، لا، الله سبحانه وتعالى رد على هذا الشيء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا، كلا، الله عز وجل هذا ما صحيح، اللي أعطيه أحبه واللي أمنعه أكرهه، لا 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 أبدًا، لا تبنون أموركم على الدنيا لأنه هذا امتحان أنت تعتبرونه نتائج، هذا امتحان تعتبرون امتحان نتيجة، لا يا أبا امتحان ما يصير نتيجة، فإذا الله تعالى يقدر لنا الخير فينبغي أن نرضى بكل ما قدره الله تعالى لنا ونشتغل بما كلفنا الله من العبودية والرجوع إلى الله، نسأل الله أن ينفعنا بهذه القصص العظيمة. أنطلق من قولك، يعني منهجي أن أدعو إلى إعمال العقل في الأدلة لتثبيت الإيمان، وقصة أصحاب الكهف سلطت على هذا في قوله تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، الشيريد القرآن عندهم سلطان، لولا يأتون بسلطان، عندكم سلطان مبين على أن تتركوا الخالق الصانع وتتوجهوا إلى عبادة غيره، الآيات القرآنية شباب هم حيقلبون الوضع وتحدث فيهم الكرامة الإلهية، شباب، وهي فالتوجيه يعني للناس على أنه لا يحد يتخيل الولي إلا عمره 90 سنة وثمانين سنة وقاعد على المندر بالتكية يلا يصير ولي، لا، فتية آمنوا بربهم والله سبحانه وتعالى زادهم عندما بدأت الخطوة من عندهم، وهذا خلاف بين المتصوفة هل الولاية كسبية أم وهبية من الباري عز وجل. الشباب عندما فروا وذهبوا إلى الكهف، من الذي ربط على قلوبهم بعد أن خرجوا من قصر؟ لأن الروايات تقول هؤلاء الفتية ليسوا من الطبقة الكادحة والعاملة، هاي من طبقة القصور وطبقة الطبقة الحاكمة، أبناء الطبقة الحاكمة، عندما فروا بدينهم من الذي ربط على قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي عندما آووا إليه قال لهم روحوا آووا إلى الكهف؟ الله سبحانه وتعالى اللي هو ربط على قلوبهم. من الذي سخر لهم الشمس التي تتزاور عن اليمين وعن الشمال؟ من الذي أبقاهم وضربنا على آذان؟ من الذي ضرب على آذانهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي سخر الشمس تأتيهم عن اليمين والشمال؟ من الذي يقلب الجثث مالتهم النائمة 309 سنوات؟ الله سبحانه وتعالى. الملحظ العجيب في قصتهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. خاف تشوف الولي ما يعجبك، هذول أولياء الله سبحانه وتعالى، إذا تشوف المظهر الخارجي تنهزم من عده، الله سبحانه وتعالى من هذا المظهر حيجعل لك آية، السلطان البين، قل هاتوا برهانكم أيها الملحدون أيها يعني البعيدون عن الباري عز وجل وتدعون بالعقل والعلمانية، ها هو القرآن بين ثناياه يدعوكم، هاتوا برهانكم، جيبوا سلطان مبين، حاكمونا بالعقل، احنا نسمع لما تطرحون، لكن القرآن
كالمطرقة يضرب على عقولهم ويقول الطرح العقلاني مع العقائد هو الطرح الديني العقلاني، لأن الله الخالق الصانع الذي يدير هذه الأمور. ولا تستطيعون أن تنكرون الحسيات، رجعوا إلى قومهم فعرفوهم، فكيف عاشوا 300 سنة وازدادوا 9؟ الله يكرمك شيخ. وأنطلق من ذكرت حضرتك مسألة مهمة جدا، وهي قوله تعالى إنهم فتية، وهنا يعني الفتية هم الشباب، ذكرت جنابكم الكريم أنهم هم الشباب، فالقضية هنا كأن الله سبحانه وتعالى يدلنا على أن الشباب فيهم طاقة كامنة، هم يعني ممكن أن يكونوا منطلقا للدعوة وهم أصحاب القوة والبأس في الدعوة. هذه مسألة. المسألة الأخرى من الاستنباط من هذه القصة العجيبة يعني والتي فيها من العبر والعظات والإيحاءات الربانية، أن الدعاة إذا كانوا في ضيق من أمرهم، يعني حين يضيق عليهم في دينهم في عقيدتهم ويفتتنوا، يعني يذهبون إلى الافتتان، جوز الله له سبحانه وتعالى الخروج من المدينة، وهذا يعني للحفاظ على النفس البشرية. ولنا في هجرتي الطائف والمدينة خير دليل على ذلك أيضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر المسلمين بالهجرة للحفاظ على أنفسهم، ثم لما تمكنوا من الإسلام ومن القوة والعدة والعتاد عادوا فاتحين. هذه مسألة. هناك يعني مسألة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى عن الفتية حين استيقظوا وسمى يعني الإفاقة من النوم بعثا، قال وبعثناهم ليتساءلوا بينهم. فهذه النوم هو الميتة الصغرى، الإنسان يموت الميتة الصغرى في نومه، والموتة الكبرى هي الوفاة. لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أنهم حين أول شيء فعلوه بعد الإفاقة من النوم، وهذا البعث القصير إذا يعني سميناه هكذا، قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أول ما فعلوه هو الدعاء وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بالإصرار على الوقوف على الحق والعزيمة على إكمال المسير. وهذا درس لنا بأننا يعني حين نفيق من النوم نذكر الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أذكار الصباح وغيرها، يعني هي تنفع الإنسان وتجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير دكتور. هو إذ قاموا فقالوا، أنا همتي أن انتصر الجماعة الإعلام، إذ قاموا الشخص اللي يقوم يبرز، يعني حتى ينطي الكلام دلالة وعمق ومعاني أكثر. القائم مو مثل الجالس. إذ قاموا فقالوا، وهذه الحركة أيضا فيها لفت لذهنية المشاهد أو المستمع، ويمكن جماعة الإعلام أو الإعلان فينا تنصح. إذ قاموا فقالوا، فيحتاج أيضا واحد يستثمر، كنا قاعدين لازم نقوم، يعني يستثمر القيام بالقول، وكأنها وسيلة من وسائل الإعلام، إعلام المقابل والدعوة. جزاكم الله خير. حياك الله دكتور أسامة. حياكم الله. الله يحفظك. نبدي بالاسم الثلاثي واللقب. أنا أسامة عبد الله حمد الصاطوري. والنعم والله. الولادة مكان الولادة؟ من مواليد الأنبار 1983 رمادي. ما شاء الله. في التنشئة الأولى مدرستك الابتدائية الأولى شنو كان اسمها، ذكرياتك عنها؟ حقيقة في سنة 89 دخلت إلى مدرسة الرمادي، تسمى الآن المدرسة الحمراء، أو هي سابقا تسمى المدرسة الحمراء، وكانت لي بها ذكريات طيبة يعني مع الزملاء، وأذكر كنت مجتهدا، يعني حصلت على وسام القدوة مرتين في هذه المدرسة،
وكنت في اللغة الإنجليزية خاصة مستواي عالي جدا، لكنني الآن لست كذلك. يعني معلم أو معلمة تأثرت بهم؟ والله أذكر معلمة، هو معلم أيضا، المعلم هو الأستاذ فيصل رحمه الله توفي، والمعلمة هي الست ثائرة الراوي، كانت تشجعني كثيرا و يعني كانت داعمة لي دائما. وبعد ذلك يعني بعد أن أنهيت مراحل متقدمة في الدراسات العليا فالتقيتها مرة وقالت ألم أقول لك يعني أنك ستصبح شيئا إن شاء الله في المستقبل، هكذا كانت تتفائل. ما شاء الله. المتوسطة والإعدادية أيضا كانت في الرمادي؟ كلا، نعم في الرمادي، لكن هي المتوسطة والإعدادية. أنا حين تخرجت من الابتدائية دخلت مباشرة إلى مدرسة عبد الله بن المبارك الإسلامية، وهي مدرسة الشيخ عبد الملك السعدي شيخنا العلامة حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره. ومن ذلك الوقت وأنا يعني دخلت هذا المجال الإسلامي وكنت محبا لذلك، وكان والدي حفظه الله يدفعني لهذا الاتجاه. أما والدتي فقد خاصمتني 3 أيام لكوني دخلت هذا المسلك ولم أدخل، كانت تريدني أن أكون طبيبا، لكن أنا كنت أهوى العلوم الشرعية وأهوى المساجد، ووالدي كذلك. فوالدي قال لي يعني لم يتسنى لي أن أدخل المدرسة الإسلامية مع الشيخ عبد القادر السعدي حفظه الله والشيخ عبد الله السعدي وأقرانه يعني، فقال أريدك أنت أن تأخذ هذا المجال وتدخل في هذا، والحمد لله دخلت وتخرجت منها. ودخلت أيضا الكلية بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك يعني دخلت إلى كلية الإمام الأعظم في عام 2000-2001 ودرست. في أي قسم؟ درست في قسم أصول الدين، كان سابقا يسمى قسم علوم القرآن ثم بعد ذلك تغير وأصبح قسم أصول الدين، ودرست فيه 4 سنوات ثم تخرجت في العام 2004-2005. أهم ذكرياتك في مرحلة البكالوريوس؟ والله في مرحلة البكالوريوس ذكريات كثيرة، يعني غالبها مع زملائي الذين هم يعني أصدقاء الصبا، يعني من المدرسة الدينية هم أصدقائي، ولنا ذكريات كثيرة، منها ما هي مشاغبة ومنها ما هي طيبة علمية لها آثار يعني. لكن نعم، بعد أن أكملت دخلت إلى الماجستير مباشرة؟ كلا، يعني حصلت ظروف الاحتلال في عام 2004-2005 وكانت الظروف صعبة جدا، ثم بعد ذلك انتقلنا، يعني حصل تهديد أمني لوالدي ولي، وخرجنا مهجرين من ذلك الوقت إلى بغداد. صعوبة المعيشة لم تجعلني يعني أتواصل مباشرة مع الدراسة، يعني بقيت لمدة 3 سنوات بدون دراسة أو 4 سنوات تقريبا، وهي مرحلة وظيفة وعمل يعني، وهكذا يعني مع يعني الوضع الأمني الذي كان غير مستقر في العراق يعني. دخلت في أي سنة الماجستير؟ في الماجستير دخلت في العام 2010 ويعني حين يعني 2009-2010 في كلية الإمام الأعظم أيضا في بغداد، وتخرجت أيضا في يعني في سنة 2012 ناقشت رسالتي للماجستير. كانت بعنوان؟ كانت بعنوان منهج الشيخ الشعراوي في عرض العقيدة الإسلامية من خلال تفسيره أو من غيره، يعني رفعت هذه، وهو منهج الشيخ الشعراوي في عرض العقيدة الإسلامية. جميل. نعم. في الدكتوراه شنو كان العنوان؟ في السنة التي تليها مباشرة يعني تقدمت إلى دراسة الدكتوراه وقبلت، ويعني تخرجت وأنهيت الدكتوراه في 2016 بداية 2016. وعن أطروحتي للدكتوراه كانت بعنوان منهج الإمام ابن قتيبة الدينوري في عرض العقيدة الإسلامية من خلال كتابه تأويل مختلف الحديث، يعني أيضا في العقائد، في العقيدة، لكن في الماجستير جمعت بين التفسير والعقيدة، وفي الدكتوراه جمعت بين الحديث والعقيدة. وفي هذا المقام حقيقة لا أتذكر شيئا سوى أن أترحم على فضيلة العلامة الشيخ مكي الكبيسي رحمه الله، لأنه لولاه ووقوفه مع أصحاب الحقوق في الدراسات العليا لما وصلنا، هو سبب يعني، لكن لولا أن جعله الله سبحانه وتعالى سببا لما دخلنا إلى هذا المجال ولما أنهينا
دراساتنا العليا، والحمد لله أكملنا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله موفق، بارك الله فيكم. الله يحفظك، يكرمكم، حياكم الله دكتور، يا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: خير البقاع في الأرض المساجد. هذه واجهة جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية، وسميت أصلا الأعظمية وباب المعظم نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وسمي الإمام بالإمام الأعظم لأن الأئمة أربعة، وهو أعظمهم أكبرهم أوسعهم انتشارا وكتابة وتأليفا وإلى آخره. وجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان نسبة إلى الإمام التابعي النعمان بن ثابت رضوان الله تعالى عليه. واسم النعمان متفشي في منطقة الأعظمية، فالجامع جامع النعمان، والمنطقة الأعظمية منطقة النعمان، وإعدادية النعمان، ومتوسطة النعمان، وابتدائية النعمان، ومستشفى النعمان، وحديقة النعمان، ونتغنى في منطقة الأعظمية باسم النعمان رضوان الله تعالى عليه. قطعا هو تابعي، لأن رأى أنس مرارا كما قال ابن سعد في طبقاته، لأن أنس استوطن البصرة، فكان دائما يأتي إلى الكوفة والإمام يذهب. توفي أنس 93 للهجرة، ولادة الإمام 80 على أرجح الأقوال، وهناك قول 61 وقول 70 وقول 78، فعلى أرجح الأقوال 80 عمره 13 سنة الإمام الأعظم. ورأى أنس يصلي مرارا، وهذا ثبتت تابعيته. توفي الإمام الجهبذ والصمصام الأكبر أبو حنيفة النعمان سنة 150 للهجرة، ودفن في هذه المقبرة اللي هي في قبلة الجامع، والتي ستسمى لاحقا بمقبرة الخيزران، نسبة إلى زوجة الخليفة المهدي وأم الهادي وأم هارون الرشيد، التي تسمى زوجة الخليفة وأم الخلفاء، ونسبت إليها مقبرة الخيزران. ولشاعرنا وخطاطنا وليد الأعظم العبيدي كتاب جيران النعمان في مقبرة الخيزران، يتكلم عن من مات ودفن بجواره تقربا إليه وإلى صلاحه من الأولياء والصالحين المنتشرين في هذه المنطقة، وهي البقعة فعلا من المناطق المقدسة في العراق. جامع الإمام الأعظم شيد ورمم بعد أن تحول المشهد والقبر إلى جامع ومدرسة تقريبا في القرن الرابع 375، بدأ الاهتمام في البناء والترميم لهذا الإمام الكبير. ثم بعد 100 سنة من هذا التاريخ جاء المماليك وأرسلوا من مصر البناء والعمارة والتطوير، وبدأ الجامع يتطور قرنا بعد قرن. وهذا الجامع المنيف هو على شط دجلة، على الضفة الشرقية، لأنه في منطقة الرصافة، ويقابله من الجهة الغربية للجامع الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والأعظمية والكاظمية في بغداد علمان رمزان للأئمة الكبار رضوان الله تعالى عليهم. وللجامع قبب جميلة مطرزة بطراز إسلامي لطيف، ومنارته التي نراها والباب تغيرت عبر العصور، فمن البناء البسيط إلى الأبواب المقوسة إلى هذا البناء الأخير. المنارة فيها ساعة، والعجيب في هذه ساعة المنارة أن قبيلة العبيدة التي سكنت في منطقة الأعظمية عندما جاء بهم الخليفة السلطاني مراد الرابع لحماية والحفاظ على هذا المسجد المبارك، الساعة في سنة 1960 صممها، وهي ساعة كبيرة ويدوية ومتقنة، صممها شيخ عشيرة العبيد من بيت عبد المجيد المحسوب، والتقط صور معها وهي على الأرض بفن دقيق، وساعة محكمة ولحد الآن تعمل، مع العلم أن هذه المنارة تعرضت بالاحتلال إلى قصف الأمريكان وتهدمت وتضررت الساعة. لكن نشكر القائمين على بلدية الأعظمية وديوان الوقف السني الذين قاموا بإعادة ترميم هذا المسجد. وشهد الجامع في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة من حيث العمارة والتزيين والمسقفات والمظلات التي تفتح
مناظرة للحرم النبوي، وهذه كلها من جهود ديوان الوقف السني الأخيرة. وما زال الجامع يعتبر رمز في العالم الإسلامي وليس في العالم العربي أو المجتمع العراقي، لأن مذهب الإمام الأعظم من أكبر المذاهب تفشيا في العالم الإسلامي، مثوى إمام المذهب تحتضنه الأعظمية، والذي يزور تهفو نفسه أن في بغداد من الأماكن المقدسة للزيارة أن يأتي إلى هذه المنطقة، ولا سيما في العالم الإسلامي من الشرق من الهندي وباكستاني وتركيا وإلى بقية الدول، يحبون زيارة هذا الإمام لأن فضله كبير على العالم الإسلامي، حيث تفشى مذهبه المتقن الكبير في أغلب البلاد الإسلامية. ولهذا للعراقي مراكز قوة كبيرة، مراكز قوة جغرافية ومراكز قوة من الجهود الإنسانية التي أفادت العالم الإسلامي. فمن جانب التدين والتمذهب يبرز الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، صاحب المذهب النعماني. ونسأل الباري عز وجل ببركة هؤلاء الأولياء الصالحين أن ينعم على بلدنا العراق بالأمن والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. الله يحفظك ويسلمك. تسلمون. الله يحفظك. هاي الفقرة صورة وتعليق، راح نشوف صورة سوية ونشوف المعاني، الألوان، تكوين الصورة، ما موجود في الصورة، ما ترمز إلى من أشياء ومن مواضيع ومن عناوين. هذه هي الصورة أمامنا الآن. يعني أنا شوية راح أعاونك بالموضوع لأنه أكو تفاصيل شوية صغيرة. هاي مجموعة من الناس ينظرون إلى طير في السماء، فمعظمهم يفكر أنه يشوي هذا الطير، وهذه الطفلة الصغيرة تفكر بالجناح وطول الجناح وتركيبه وكذا، الطفلة الصغيرة المحمولة آخر شيء. نعم. ولو هي عكس المشهور، يقال أنه الطيور ليش من نشوف الطفل تهرب نشوف كبير يقول يحس بدقات قلب الصياد. الطفل هو في الغالب يعني يريد يخبط الطير، بس هنا أنا بصورة عامة يعني أنا أصور على الطفل يعني أول انطباع اللي يعطيني أنه هو في مرحلة دراسة الظواهر، يعني بعد تجاربه بالحياة قليلة، فاللي يلفت نظره هو التأمل في التأمل. نعم، يعني عنده خيال واسع. يعني بالضبط هذا الجناح، هذه صور سكينة الجول شكل الجناح هذا كأنه جناح مال طائرة تحت بعد. جناح يعني طائرة كل هذا جناح كأنه دا يدرسه أو شيء. يعني نظرة الطفل إلى الشكل الخارجي إلى شيء مكتشف جديد، أما الجماعة يبدو ضايقين لحم الطائرة فينظرون إلى ما هو أبعد من هذا. عموماً أنا وله الله سبحانه وتعالى يعني أحل الله الصيد لغير المحرم، بس ممكن الصورة أيضاً ترمز إلى يعني النظرة العدوانية، يعني الطبيعة بصورة عامة، مثل شلون نظر بعض المعروف عن الغربي أنه ينظر للطبيعة كأنه هو يريد يسيطر عليها، يريد يحتويها، يريد يستثمرها، بينما الطفل بعد على الفطرة يعني يتأمل في الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم، اختلاف مستويات أيضا التفكير بين الناس، يعني ناس تفكر بالطعام، ناس تفكر شوية ما تحت الريش. نعم تحت الظاهر. نعم جميل. أيضا شوف أنا يذكرني في موضوع في النكتة الطريفة. نعم. إذا يعني اسمح الوقت. يعني يقال هي في طرفة أنه واحد جايب ببغاء مشتري بملايين الدنانير وجايب البيت وطالع للسوق بشغلة، فأول ما جاء البيت زوجته قالت له والله خوش طير بس طعمه مر مثل الدجاج بس طعمه مر، قام يلطم على رأسه. فهناك طيور يعني
لم تخلق للأكل يعني خلقت لل وجهل جمالها وشكلها. نعم هذا جهل بقيمة هذا الطعام. نعم. نشوف الصورة الثانية شيخ محمود أيضا. هذه الصورة أعواد ثقاب وواحد من عدها يشتعل، فالنتيجة كيف ستكون؟ أكيد راح الحريق ينتشر. نعم. هذه تدل يعني إحنا مثلا على سبيل المثال الإشاعة تشبه هذا الموضوع، لما هذا تخش بعقل السالفة ينقلها للآخر ينقلها للآخر، كذلك يعني الشر التجيش العاطفي غير المدروس، لا سيما التجيش باتجاه الانتقام مثلا، أو يعني الحريق حريق معنوي. لكن أنا حقيقة ذكرت أنه تشبه هذه الصورة، أنه أحد الأعواد ينسحب ويوقف يوقف الإشاعة ويوقف الشر. طيب حكم هذا اللي أشعل أول أول عود كبير، من سن سنة سيئة فعليه وزرها كما قال صلى الله عليه وسلم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو عاد هذه النار قد تكون نور انت أو دفء للناس، دفء ونور، يعني النار فيها منافع وفيها مضار. أيضا النار تعبر عن السنة الحسنة والسنة السيئة، وهي كذلك شر وحريق ودمار بنفس الوقت، ففيها فوائد فيها مضار. فهي البداية عاد أول واحد يتحمل كثير سواء أجر أو وزر. جزاك الله خير على هذا التحليل الجميل واللطيف للصورتين. شكرا لك شيخ محمود. الله يفطر عليك. الله يبارك فيك أجمعين إن شاء الله. قصة ابني سيدنا آدم قابيل وهابيل، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا نلتمس أدب المؤمن مع الفتنة. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني المؤمن ليس من السهولة أن يقتل، المؤمن دائما يخاف، المؤمن دائما عنده حدود ما يتعداها، لا يجوز أن يقتل أخوه المسلم، لا يجوز أن يقتل، بل لا يجوز أن يقتل حتى الكافر الذي لم يحاربه، الكافر المستأمن بالذمة لا يجوز قتله. طبعا الحسد لا يأتي بخير أبدا، طبعا الحسد ربما يصل بالإنسان أن يفرق بين الشخص وبين النعمة، ربما بطرق محرمة، السحر وغيرها، أو ربما بالقتل يعني. فإحنا اليوم في واقعنا نحتاج أنه لا يأخذنا الحسد إلى مأخذ ربما يفرقنا، وربما نعمل أعمال لا يحمد عقباها. بعض المفسرين يقولون يعني إذا كان عدد الكرة الأرضية أو سكان الكرة الأرضية اليوم 7 مليار في آخر الإحصائيات أو قريب من 7 مليار، لولا أن قابيل قتل هابيل كان إحنا هسه 14 مليار، كان المفروض إحنا 14 مليار. فلما قتل قابيل هابيل كأنه قتل سكان الكرة الأرضية كلهم، كأنه قتل 7 مليار. في الإرث العلمي لسيدنا جعفر الصادق، يعني هو يروي حديثا الله يرضى عنه، قال يؤتى برجل لم يسفك قطرة دم، ما قاتل يوم القيامة، حتى إذا أوشك أن يدخل الجنة رفعت أمامه مثل المحجمة. المحجمة يعني شلون؟ مثل كوب القهوة صغير يحتجمون به، مثل المحجمة من دم عبيط. فيقول ما هذا يا رب؟ قال هذا حظك من دم أخيك فلان، أكو واحد مقتول بالدنيا وأنت شاركت بدم بهالقدر بدمه.
تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى.